D1FM 91.2. اليوم الناس برشا مصالحة تعطلت، ثم اللي عنده مريض باش يهزوا للسبيطار. عندي مريض وجاي من بعيد منش بنانة، وهنا مطيش تو كاي، واليوم لازم يعدي. علاه يا رسول الله علاه؟ كيفاش مش نعمل تو؟ علاش مش نهزوا تو؟ يفوتوا الوقت. جيت الصباح من 5 بتاع الصباح اليوم تعطلت بالسبعة ونص اللي قاعد واقفة. لما قلت نوخر نقدم أنا لين كامل نمشي الخدمة عشان قبلوني ولا نروح 80 كيلومتر. تعطلت حتى خدامة بتاعي قاعدين يستناو فيا غادي. أنا جيت عادي كما أي مواطن طالع لسيدي منصور باش ناخذ تاكسي لفك كنتو حقوق الصفاقس. قمت صباح بكري كالعادة، جيت باش خذيت اللود وصلت لصفاقس باش ناخذ تاكسي طلع طريق المطار. عندي قضية أكيد باش نوصلها وراجعة نخدم على روحي في قرقنة. لقيت روحي ملوحة هنا مش عارفة وين نمشي كيفاش نجي، مش عارفة حتى الكارفين كيفاش. ما عندي رانديفو صباح بكري نورمالمون نوصل قبل بنص ساعة التالية هكا. هو ترسيت لي قعدت نستنى 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 في كيلومتر 6 طريق شاكر. واحد كيف انا مثلا عندي قضيه تو في الملاحه وغادي كما ثمش لا كيران لا حتى شيء، كي ما لقاش تاكسي انا باش يوصلني باش تتعطى مصالحي مش ناقف. اللي عنده شكون مش عادي باكسبور باش يهز بنته ولا يهز ولده ما يلقاش على شي بعضها. تاكسيات تقرب العباد كل تاقف. حاجه هكا والله تعطى الله يسر مصالح. شنو رايك بيه الدوله زاد؟ يحتاجوا بطريقه اخرى، يعملوا قرار في وقت اخر ولا يطالبوا بحاجه اخرى والحكومه اذا ما تسمحهم، خاطر لو الحكومه سمعتهم ولا شنو ما طالبهم وقعدوا معاهم ما كانش يصير لا شيء هذي. وهذا كله راهو من ضعف الدوله. هيبت الدولة ما ثمش، كل حد يعمل زي راسه. لا هو اللي خلص الفاتورة في الأخر، مواطن هو اللي خلص. احنا تحملنا الغلاء، تحملنا كل شيء باش الواحد يزيد يشد الدار نتاعه وكم تطمو. السلطة لنا ماهيش حاسة بالمواطن. ديجا حتى الكيران هما طيبين وكملوا يوقفوا علينا التاكسيات، صون ديجا صفاقس قتلوها. كيران ما ثماش وزاد كامل التاكسيات اللي توصل لنا تسهل لنا في المأمورية نتاعنا باش نطلعوا نهبطوا. زاد حاجه ما قالش بها ربي ولا كار زاد ولا تكس حتى الكيران هذاك كيف الكيران هذيك ما تحكيش حتى حكايه. يعني الوقت نتاعها ما عادش سموح، عندها قبل كانت عندها وقت هذاك ما عادش حتى وقتها مش منظم. يعني وقت يضاد ياسر كيما ياسر العباد حتى كان ما عادش نجم تركب فيها يسيرتو فيها الكريف هذايا. يعني بالكل نكزت على الكار يعني ما عادش نجم تركب فيها اصلا.